انا هعمل اي حاجه الا اني ارقص. يعجبني فيك تمسكك برايك. كل واحد يقول لك نمبر 1 الثقه في اللي انا حضرتك بتشتغلني. ده مبدا كله لايف ستايل. ده انت شكلك شايل قوي يا فنان. ده انا معبي. هترفع عن الموسيقيين في قضيه رفعت الجلسه. وده انا طارق يا يا واد يا واد علي جرالي يا واد تيرارارن يا واد يا واد الليل سهرته يا واد تيرارارن يا واد يا واد اهدى اهدى وقشطة وغيرهم كتير قوي. فينك يا فنان وحشتنا. والله موجود وشغال في الشغل الجديد بس الكورونا طبعا انت عارفه قفشت الناس كلها، فكلنا منتظرين ان شاء الله الجائحه دي تعدي على خير ان شاء ربنا. قولي بقى. انا اقول لو رجع بيك الزمن يا رب. كان في حاجه في مشوار طارق عبد الحليم هيغيرها؟ راضي بكل اللي حصل، ولو رجع بيا الزمن كنت هعدل طبعا شويه حاجات. يعني منظري وحش لو انا رجعت تاني بالزمن وما عملتش حاجه جديده. يعني كنت هتعمل ايه جديد؟ كنت هغير نمط الحياة، نمط مش فكرة الأغاني الشعبية، كنت هغني شعبي بس كنت هختار اختيارات في حاجات تانية كان نفسي أختارها وما اخترتهاش. فاهم قصدي؟ طب لو حياتك في موال يبقى موال إيه؟ لا سؤال جامد قوي بس ملوش إجابة. بس سؤال حلو طبعا. موال الصبر. ايه بقى غنيه لنا. قالوا الصبر واصبرنا وبعد الصبر ايه تاني، حرام يا ناس بعد ما نصبر نعيد الصبر من تاني. ايوب لما صبر على حكمة ربنا سلم وقال الصبر فرغ مني وبدأت أتألم. بتحب المهرجان أو بتسمع مهرجان؟ ممكن تقدم في يوم من الأيام مهرجان؟ ممكن أقدم مهرجان بس بشكل عام. طب في حاجة في البلان بتاعتك؟ في حاجة شغال فيها. مش كل حاجة في حضرتك كل حاجة اتقالت. طيب المغنيين صفوف، في صف أول وفي صف تاني، أنت شايف طارق فين؟ أنا كل الدنيا رقم واحد. نفسي اعرف مين رقم اتنين. نفسي حموت. كل واحد يقول لك نمبر 1 انا رقم واحد مش عارف ايه، انا رقم واحد في اللايف. طيب انا موافق يا معلم، انا مش زعلان. مين رقم اتنين؟ طب طارق نمبر 1 او هعمل ايه؟ اروح انا رقم اتنين. انا مع الاخوات طبعا. مفيش ارقام تانية بعد 1 هنا عندنا. احنا 1 بس كلها 1. مفيش اول مقرر. مفيش لا خالص، كلنا نمبر 1 خلاص. الثقه في اللي انا كلها واثقه في نفسها. طب هنعمل ايه؟ هتيجي عندها وحرام حدود الشخصيه. فهي ثقه في اللي انا كلنا واثقين في نفسنا الحمد لله. جيب طارق اتاثر بسبب الكورونا؟ جيب طارق اتقطع بسبب الكورونا. اتخرم. يا مش عايز اقول لك كده. جيب طارق باظ. مفيش خلاص. بقى بلبس بلاطين بيجامه من غير جيبه. اعمل ايه بجد والله؟ تعبنا. رفعت الجلسه. خلينا نروح لفقره تانية نلعب فيها شويه مع بعض. أرجوكي. يلا ارجوك. يلا بينا. بص بقى البوكس ده جواه مجموعه من الاحكام. يلا يا ريس افتح البوكس وانت وحظك. انا هعمل اي حاجه الا اني ارقص. طب يلا هنشوف. يا نهار اسود. غني لقيت الطبطبه بطريقة طارق حليم. غني لنا لقيت الطبطبه بطريقة طارق عبد الحليم. حبيبي خدها ومني ليك مشتريك. مشتريك. تتري لالالالا ديلا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 ل
كلها بتاعتك. انا هلعب لوحدي. ما عندناش حد يلعب غيرك. اوكي اوكي. انا قايل في الاول خلاص ايه. ايه ارقص بس شكل لنا رقصه شعبي. عارف بيشكلوا ازاي على الاغاني الشعبي؟ يعني انت راجل شعبي اصيل حضرتك. انا قلت لك لا، ما هو ده مش مبدا.
مش مبدأ ان انا بغني شعبي ارقص ارقص ليه؟ لا 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 تيتارارري دارارري ماشي. يعجبني فيك تمسكك برايك. لا انا ما بحبش اغير رايي وده ده هدف في الحياه. طيب ده انا قايل لك قبل البوكس ما يجي ان انا مش هرقص. لا لا احنا على مبدانا. اللي بعده عكس واحدة عجباك وبعدين غني لها. عكس لنا واحدة كده على هوا. طيب انا هقول لك حاجة، انا ما بعرفش عكس. بما اننا طول الوقت ملتزمين بمبدأ الثبات على المبدأ. عكس لنا واحدة بقى. ايه الجمال ده يا معلم؟ انت صايع يا. اللي بعده. مش هنبطل الحاجات دي ولا ايه؟ بكره الكلمة الواحدة دي. قلب لنا عبد الحليم حافظ حتة كده. هو كان بيغني ايه اصلا؟ عبد الحليم. اقفل الكاميرات يا ابني، اقفل الكاميرات. القفله بقى السودا قلدهولك. بس هو بيغني ايه؟ سواح. سواح وماشي في البلاد، سواح الليل يقرب والنهار روح ولاقاكم. الحكم الاخير يلا. اخر حكم. اخر حكم. العده فاضيه. يا نهار اسود. ايه؟ سكر محلي محطوط على كريمه. كعبك محني والعود عليه القيمه. طب قولي لي معنى الكلام ده ايه؟ سكر محلي محطوط عليه كريمه. ما شاء الله. كعبك محني والعود عليه القيمه. تمام. مال ده باللي في اللي قبليه؟ اللحن. وتجيني تلاقيني لسه بخيري، مش هتبقي لغيري، ايوه انا غيري ما فيش جوايا تتريح ده معايا، عينيكي ليا مرايا يا جمال مراية العين، سكر محلي محطوط على كريمة. حاجة جميلة والله. حلوة المهرجانات. جميلة وأحكامكم اهي يا ستي. شوف عندي حاجة ارفع البيتكو. شكرين قوي. سلام عليكم. احنا بقى ولا فينك يا نجم ولا حاجة. سلام عليكم.